مهم جدا في حياة المصريين وأيضا للاقتصاد المصري. ما شاء الله احنا كل شوية إنجازات، كل فترات قليلة جدا من افتتاح لافتتاح ولمشروعات جديدة، وده في الوقت نفسه اللي العالم كله بيعاني من أزمة اقتصادية بسبب كورونا. في ظل الأزمة الاقتصادية اللي العالم كله بيمر بيها بسبب كورونا، مصر بتفتتح مشروعات عملاقة وبتوفر فرص عمل للمواطنين المصريين. رئيس السيسي النهاردة افتتح مشروع الفيروز للاستصراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد. النهاردة بورسعيد كانت منورة، وده بيعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. على فكرة روسيا اليوم واخدة نفس العنوان اللي أنا بقوله لحضرتكم، روسيا اليوم واخدة إنه السيسي يفتتح مشروع تنموي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وده إضافة كبيرة لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة اللي بتشهدها مصر خلال السنوات الموجودة دلوقتي والأخيرة، وده كله تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المشروع ده مقام على مساحة 26 ألف فدان، هيوفر 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. طبعا مشروع زي الاستزراع السمكي ده كان الافتتاح النهاردة، لكن النهاردة كمان كان في كلام عن حاجات كتيرة جدا جدا. النهاردة رئيس السيسي قال انه من حق المصريين ان تكون لهم كل احتياجاتهم بمواصفات عالمية. افتتاح ومشروعات، بنتكلم على شغل للمصريين، بنتكلم على أمن غذائي وحطه تحت أمن غذائي، دي 30 خط تحتها. بنتكلم على حكومة بتشتغل بشكل كويس. النهاردة رئيس الوزراء الحقيقة عمل برزنتيشن هايل أمام رئيس الجمهورية والافتتاحات. ولما بتشوف كده أنا دايما أقول أي مكان جديد، أي حركة جديدة، أي شغل جديد، فتح البيوت، لقمة عيش، رزق، كل ده بيبقى شيء عظيم جدا في مصر. النهاردة الافتتاحات الحقيقة كانت في غاية الأهمية، ومشروع الفيروز زي ما قلت لحضراتكم هو الأكبر في الشرق الأوسط. وهنشوف دلوقتي للي ما كانش متابع من الصبح، هنشوف افتتاحات سيادة الرئيس. خلينا نشوف على الشاشة يا جماعة، وأنا برحب للدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس. دكتور أحمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا كل افتتاح جديد ومشروع جديد وشغل وفتح بيت ورزق وكل حاجه